هاي، ازيك يا صحابي؟ انا اميره من السنابل نيوز مصر. النهارده حلقتنا مختلفه جدا ومليانه مفاجآت كتير، بس انا مش هقول لكم عليها. تيجوا نشوفها مع بعض احسن. جربت قبل كده تجاوب على اي سؤال وتكسب هديه من سات 7 كيدز؟ طب يا ترى انت عارف الهديه دي بتجيلك ازاي، وعارف مين اللي بيبعتها؟ احنا هنا في المراسلات بنرد على الاطفال في مسابقات، مثلا بتبقى في نهايه اي برنامج بيبقى فيه سؤال في الحلقه، فالاطفال بيبعتوا اجابه السؤال واحنا هنا بنرد عليهم، بنشوف الاجابه دي لو الاجابه صح بنبعت لهم هديه. كمان احنا بنبعت في الايميلات تامل يومي للاطفال، بيبقى تامل خفيف عباره عن سطرين كده صغيرين، وبيبقى معاها ايه من الكتاب المقدس، وبجاوب عليه بقول له برافو عليك انت اجابتك صحيحه، وببعت له هديه. ليش هيك؟ مثلا ممكن يبعت سؤال ونبعت له تيشيرت هدية. مبروك، ربحتوا معنا تيشيرت تقدمة برنامج ليش هيك، أو زي برنامج مع يسوع لو حل الواجب بنرد عليه ونقول له إن الإجابة إذا كانت صح ولا لأ، ولو هي صحيحة بنبعت له سيدي هي هدية. ولو بعتوا حل الواجب بتاع حلقة النهاردة عندنا هدايا جميلة قوي ليكم في كل مرة، زي مثلا بيت تايم ستوري اللي هو قصة قبل النوم، بنحط عليها القصص اللي بتبقى موجودة على الشاشة بحيث ان الطفل يقدر في البيت يتفرج عليها في اي وقت. اذا كتبتولنا وحبيتوا تحصلوا على الهدية المجانية اللي عم نقدم لكم اياها من هذا البرنامج، نحنا نرسلها لألكن بأسرع وقت ممكن. مهم تكتبولنا على العنوان الموجود قدامكم على الشاشة. امثال السيد المسيح هو كتاب اخترناه لكم اليوم، وهو بخبرنا عن بعض القصص اللي خبرها يسوع لتلاميذه. هاي سبيد بيبقى فيه سؤال في الحلقة فالأطفال بيبعتوا إجابة السؤال. ودلوقتي جه سؤالنا للأصدقائنا اللي بيتفرجوا علينا في البيت، ابعتوا لنا إجاباتكم على العناوين دي. واحنا بنشجع كل طفل بيتفرج علينا وبيتفرج على برامج محددة مثلا بيحبها قوي او بيفضلها عن برامج تانية انه دايما يراسلنا عشان ياخد هدية البرنامج. انا بشجع الاطفال كمان لو عندك اي سؤال، لو عندك مشكلة، لو عندك طلبة صلاة، لو في حاجة محيراك او في سؤال مثلا بيخطر على بالك وحاسس ان السؤال ده مش عارف اجابته، ابعت لنا دايما على البرامج بتاعتنا واحنا اكيد هنجاوبك. من الحاجات الحلوة اللي حصلت معانا انه في والدة طفلة بعتت لنا كانت عايزة نحتفل بعيد ميلاد بنتها على الشاشة، فاحنا قلنا لها ان احنا هنبعت لها كمان هدية بسيطة من سات 7 كيدز. الام بعتت قالت لنا ده اول ظرف يجي لها باسمها في حياتها، وصورت لنا الظرف اللي احنا بعتناه لها هدية وبعتته لنا على الايميل. أكيد كلكم عرفتوا قد إيه أنتوا غاليين علينا، وإن إحنا بنحاول نوصل لكم في أي مكان أنتوا موجودين فيه. كانت معكم أميرة من سنابل نيوز مصر. باي باي.